الديفينيشن مالته كتعريف. نقول هو الديفينيشن مالته هو انفكشنز بنيرال ديزيز. انفكشنز بنيرال ديزيز من نقول كلمه انفكشنز راح تطلع من عندنا شغلتين. الاولى انه هو انفكشنز فلازم احنا ناخذ وقايه. والشغله الثانيه انه عنده مود اوف ترانسميشن يعني اكو طرق انتقال. فهي فهمنا من اول كلمه. الكلمه الثانيه بنيرال ديزيز معناته شنو؟ يصيب الريبرودكتيف سيستم. اذا اكو فد شيء كلمه انجليزيه تعبر اوكي اقول لك معناته هو يصيب له الريبرودكتيف سيستم يعني الجينيتيك تمام. فهاي ثلاث شغلات من التعريف احنا فهمنا من عندنا ثلاث شغلات. نجي على شغله بعدها هي المود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن شلون راح ينتقل؟ اول شيء ينتقل من سكشوال كونتاكت. الشغله الثانيه راح ينتقل من المذر تو ذا فيتس عن طريق اليوتراس او اليوتراس. هاي شغله ثانيه. الشغله الثانيه الثالثه اي كونتاكت وذ سكين ليجن. اي سكين ليجن اي مكان مصابر عنده خلينا نقول تقرب اخر شيء. يعني هو اي ليجن بشكل عام اي اصابه له او اي دمج منها راح ينتقل المرض للشخص المناقص. الشغله الثالثه يقول لك بالدور ترانسفيوجن خاصه بالمرحله الاولى هو في عندك استيجات. بالستيج الاولى اللي هي الفتره الحراريه اللي راح نجي عليها بعدين يقول لك خلال المرحله اذا واحد اخذ من عنده دم كبلد ترانسفيوجن نقل دم اذا اخذ دم هناك ممكن ينقل للشخص الاخر. فاحكي لك ليش المود اوف ترانسميشن شو هسه عدد الانواع مالته. الانواع شنو الانواع مالته؟ عندي نوعين. النوع الاول الاكوارد والنوع الثاني اللي هو الكونجنتال. الاكوارد اللي هو قلنا عن طريق هذه الثلاثه او اربع طرق مال المود اوف ترانسميشن شلون ينتقل. الكونجنتال اللي هو شنو؟ اللي هو الولادي يعني يطلع الطفل مصاب بسيرفس شلون؟ عن طريق امه. عن طريق امه اخذها فصار عندنا نوعين، النوع الاول الاكوارد والنوع الثاني الكونجنتال. بالاكوارد شلون حينتقل؟ طبعا احنا اكو شغله ثالثه من خلال التعريف من قلنا انفكشنز بنينا وديزيز. الكوزاتيف اورجانيزم من هو؟ جرام نيجاتيف اللي هي تريبونيما باليدا سباروتشيف تريبونيما باليدا تمام؟ تريبونيما باليدا اي كونتاكت وذ سكين شو راح تسوي؟ راح يصير اكو عندنا بنتريشن يعني تريبونيما باليدا اللي هي البكتيريا الجرام نيجاتيف البكتيريا راح تسوي بنتريشن للسكين. يقول لك خلال نص ساعة من الممكن تنتقل هي من الليمف للليمفاتيك سيستم وتنتقل للبلاد. فتصير هو السيفلس هو مو بس يعني يصيب الجينيتاليا فقط هو السيستم ديزيز يعني يصيب الكل يعني السيستمك يعني يصيب اجهزه الجسم كل نعم. الستيجز مالتي عندي اربع مراحل وكل مرحله راح تكون